صحيح. هذاك علاش انه الريكروتمون توا لازم في لازم فيه ذكاء. غاب علينا الذكاء، مشينا للحل الساهل اللي هو السوق الجزائري، مع احترامنا للكاليبر. اش قولك هذا 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 سؤال اخر معناتها، معناتها هشام طرحه علي حتى صديق ليا ليبي، ليبيا معناتها ليبي يتبع فيلم كشخة، نتصور حتى يتبع فينا تو. قال لي معناتها، قال لي علاش الترجي بصفة خاصة متبعة السوق الجزائرية معناتها أكهو، معناتها علاش ركز كان على السوق الجزائرية، معناتها بالرغم انه فما معناتها سوق مغربيه، وانت تعرف اللي معناتها قويه السوق المغربيه، فما السوق المصريه زاد، فما السوق المصريه زاد. انا قلت له، انا واحد من الناس جاوبته قلت له راه السوق المصريه راك ما تنجمش معناتها ما تنجمش ما تحكحك معاهم جمله، راهو هذوكم خاطر عندهم الفلوس ما تنجمش تشتري معاهم جمله، اما تنجم عندك القدره تمشي للسوق المغربيه. شنو معناتها شنو رايك انت في الحكايه؟ باهي الريكروتمون نتصور انه يقف على حاجتين، انه الخبيثة نتاعك انت شنية كيفاش تعرف تنطر الملاعبي، وسكوندو الفلوس، انت قداش تنجم تدفع، خاطر راهو ساعات الفلوس راهي تقضي على كل شيء، فهمني؟ تنجم تعطي مونطون للاعبي انت يضمن له مستقبله ومستقبل اولاده واولاد اولاده، دونك وقتها يولي يجيك، فهمني؟ كما الصفقة اللي نتاع شو اسمه هذاك نتاع نهضة بوركان اللي هو لاباكوجو، لاباكوجو، لاباكوجو اي حبت عليه الاهلي، حبت الزمالك، الرجاء من غادي تجبد، جات العائلة الاماراتي حطت فيه باكو صحيح نتاع انه يرتاحوا الكل يتكوا على جنب يخذيهم، فهمني؟ دونك فما انت ابار كونكورون افريكاني، عندك عندك الخليج راه ولا يهزم السوق الافريقيه، فهمني؟ دونك كوتي فلوس نتصور رانا ما نفارعوش برشا، ما نجموش معناها نقاوموا برشا. تمشي للكوتي الاخر اللي هو سياسه الانتداب. قبل نتذكر مع زياد تلمساني، زياد تلمساني يعمل تنجيز الافريقي، يجيب لك جوار ماهوش انكوني، ما ماهوش ماهوش نكره، ما كومام جوار ما فماش حديث عليه، يجيبه كي ينفع ينفع، المهم ينفع ينفع يجيبه ببلاش فلوس، وحتى كان ما نجحش ما خسرناش فيه برشا. دونك المونتاليتي ولا شو يسموها الفتنه نتاع زياد التلمساني تو نتصور ماهيش موجوده، باش واحد يمشي كي يتبع كل شيء، ويتبع لك احسن خمسه اتاكونات في الشامبيون نتاع الكونغو، واحسن خمسه اتاكونات في الشامبيون زامبيا، سود افريك علاش ما نجيبوش سود افريك، كايزر شيفز، سان داونز، اورلاندو بايرتس، معناها كيبات كبار هذوما، علاش ما جبناش منهم بونتا مثلا، فهمني؟ مشينا للساهل السوق الجزائريه، مع احترامنا للسوق الجزائريه، حتى بكري نشوف في تصريح نتاع هشام بالقروي قال لك الكره في الجزائر ما تفرقش برشا على تونس، نو جو سوي توت افي ديفيرون ديفيرون، انا معارض اللي قالوا هشام بالقروي بكري احكيه، مستوى البطوله الجزائريه مع احترامنا اليوم اقل من البطوله التونسيه بريمو، سكوندو انت باش تعمل دي ريكروتمون، باش تعمل دي ريكروتمون باش تحارب بهم في الافريك، انت علاش تجيب في جوارات من برا باش تهز تشامبيونز ليغ هكا ولا تعمل باركور بيه في تشامبيونز ليغ دومي فينال فينال، علاش لا تهز اي انسي دو سويت العام اللي بعده، كان هزيت العام اللي بعده تروح دومي فينال، راه ماهيش شامبيونات تونس باش تهزها كل عام، فهمني؟ دومي فينال بعده انكار بعدها تعاود تهز، هذه هي اللوحة. انت خويا الكرة الجزائرية في القارة الإفريقية من 2013 ما ظهرتش، نتصور نتصور من 2013 من ستيف الشامبيونز ليغ ما ظهرتش الكرة الجزائرية، معناها ماهيش أليشيل أفريكا، معناها بلوس أنت شفت الجوارات نتاع اللي جبناهم من الجزائر أغلبهم تجيهم إصابات عضلية ميسكولير، علاش؟ خاطر الريتم ديفيرون، معناها أنت تجيب ملاعبي حتى كانوا هو ملاعب عنده في ساقيه فيزيكمون مش يبدأ تعب برا زيد تعب الاصابات نتاعك، شفت بدران انت من ضربه لضربه من ضربه لضربه، مالغري اللي بدران كاليبر، اما شفت ما استمتعناش بدران ممكن اربع خمسه ماتشات في جرت بعضهم، فهمت؟ صحيح هاي دونك معناها السوق الجزائري نتصور طلع لك فلته كما يوسف البلايلي، اي اما مش معناها نركزوا عليه ريكروتمون نتاعنا، يعني نجيبوا اربعه وخمسه وسته ملاعبيه من الجزائر،
انا اتصور السياسه دي غلطه. انا فرحان برشا بالقانون الجديد بتاع انه تلعبوا ماكسيموم 5 محترفين. انا والله كان بايدي كان عندي سلطه في في السبور في تونس رجعها كيما قبل 3 محترفين اكاهو ثلاثة. أنا كان من رأيي خمسة، خمسة تولي عندك الحق معناتها باش تشري، عندك الحق باش تخلي الخمسة توانسة معناتها تبدأ معناتها متوازن معناتها في الحكاية هذه، وفي نفس الوقت تعطي الحرية نتاع الحرية للفريق نتاعك معناتها باش أنت تدب عدد معين نقولوا احنا. احلى الفتره الذهبيه نتاع الكره التونسيه بورتون كتتويجات ما توجناش برشا، كتتويجات ما توجناش برشا اللي هي بين عام 90 لحتى عام 2000 الكلوب قويه وهزت وقتها تشامبيونز ليج الكلوب وهزت الواحد سوبر كوب الواحد معناتها قبل ما نوصل معناتها للخروج نتاعنا نحن، شكون اللاعب اللي تراه معناتها قولوا احنا خرج وخلى بلاستو وحتى كما نقولوا الخروج نتاعو غلطه من الاسبيرونس اكثر لاعب حبش نقول نسميه فلان وزوز ثلاثه اربعه، شكون اللي تراه اكثر واحد كان معناتها الخروج نتاعو حساس برشا؟ اول حاجه باش نعلق على كلمه خروج مأساوي، هو مأساوي لكن متوقع ويظهر لي انت مع من قبل. انا توقعت بالخروج في الهزيمه في السوبر كوب الافريقي وتوقعت الخروج من الشامبيونز ليج، ونرجع من بعد نقول لك علاش. الملاعبي اللي خرج اللي اثر انا نشوفه اللي نشوفه اثر برشا على باركور السنه، نحكي السنه معناها لي ديتاي، هو خاطر شوف فرانكو غايلين شالين انيس البدري سعد بقير ما بن محمد كلهم اثروا وكلهم خروجهم كان يعني ضعضعنا برشا. اما كي تشوف الديتاي الصغار سيرتو بارتي الزمالك في في مصر ولا الكارتون ولا امن بن محمد خاطر عانينا برشا والجهه اللي صار تعبتنا برشا في كونتر الزمالك امن بن محمد نتصور امن بن محمد موجود اللي صار صار ما نقولش رانا ما خرجناش هو راه كاتب لك كاتب لك باش تخرج السنة على يد الزمالك حتى كي راه معك زين الدين زيدان. اما الواضح انه البارتي جوش السنة بالحق بلاست ام بن محمد حسيتها برشا تعبت هاي تعبت في 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 تشامبيونز ليغا اللي روتور هذا ما ننفيوش بيصير اهميه نتاع العباد الاخرين فرانكون بالرسمي بالرسمي راهو باللوجيك وقت خرجوا هما الكل في اول السيزون كانت تتذكر انا قلتها انساو السنه باش نهزوا حاجه باللوجيك خاطر انت تشوف الترسانه نتاع مناول وصلنا شعر خرجنا كونتر مازيمبي عملنا ماتش كبير في لوبومباتشي كنا قاب قوسين باش نخرجوا من مازيمبي بيل بليلي بن محمد بفرانك كوم باللي تتصور يعني كي نقولوا احنا هذا احسن احسن جيل انا حسب مره انا احسن جيل تعدى ومر على على الفريق انا حسب مره جيل قوي ما هو متكير. انا بالنسبه لي مش احسن جيل ما جيل قوي برشا ومالغري سا وصلنا عانينا عام ناول فما بالك انت ايكيبا تخرج منها فرانك كوم امير بن محمد غنين الشعلاني يوسف البليلي سعد بقير انت الكلام نتاعك الكل خرجتهم مانيش نقول ما يخرجوش ولا لا هما خرجوا وخروجهم لوجيك على الاخر نشوفوا لوجيك على الاخر اما ما تستناش ريزولتا انت خرجت نص ايكيب اللي ستار تاع ليكيب ما تستناش ريزولتا باللوجيك ما كيفاش هشام تقول لي انت الخروج نتاعهم لوجيك برشا معناتها فما جوارات معناتها خرجوا في قلب غلطه تو مثلا تقول لي مثلا اللاعب وفيلو الكونترا نتاعو ماهوش اول لاعب مثلا كما نقولوا احنا الشعلالي بن محمد هذوما دي جوار اللي الكونترا نتاعهم وفاو قبل الموعد نتاعهم تو مثلا ترجع حتى للتاريخ فما برشا جوارات غلط نفس الغلطه وحتى بنفس الاداريين نتاع تو معناتها برشا جوارات خرجوا في معناتها خرجوا ما همش معناتها مبيوعين خرجوا معناتها بدون منفعه للجمعيه يعني مش اول غلطه هذيا كيفاش تقول لي معناتها خروج لوجيك باهي الخروج اللوجيك بما معناه شنو انه كان متوقع الخروج نتاعهم فانت كونترا ولا حتى كان عاود جدد بو غايرين الشعلالي في الشك ممكن كان تلهينا شويه الاداره تلهيت شويه بالكونترا نتاعه ممكن غايرين روحات هذه انا معك صحيح صحيح باهي امي بن محمد انا
عندي لانفورماسيون اللي امل بن محمد كان ينجم يقعد في الاسبيرونس. شويه لهوه، شويه لهوه وتقدير لايمن بن محمد، فهمني؟ لهوه ماديه، لهوه ماديه قصدك. اي امور ماديه، امور ماديه اللي احنا تو نجري وراه بن محمد. وهو هو اللي حط علينا في الشروط نتاعو اللي مالوريزمون العباد يحكيوا ايمن بن محمد جيعان وصنعته الاسبيرونس وتكبر علينا كل شيء. مش نحكي بوان دو فيو هشام. باهي ايمن بن محمد صحيح الاسبيرونس حطيته في الواجهه. كان مش الاسبيرونس باللعبات كلها، لعبات كلها راهي الترجي تصنع من لاعبين، من لاعبين ما تصنعش الترجي. باهي ايمن بن محمد طلع للواجهه اترافير الاسبيرونس. توتا في كيما نقولوا اجري، معناها موافقك 100%. مي الملاعبي مش معناها طلعته الاسبيرونس راهو باش يقعد يخلص في زوز فرانك. اي صحيح معناها كي تولي انت كريستيانو رونالدو ما يخرجش من شو اسمه هي لشبونه ولا اللي كور فيها، ويقعد كريستيانو طول عمره في لشبونه باش ما يقولوش عليه جيعان. ولا كريستيانو كي خرج من ريال اليوفي ولا من مانشستر مش يا اخي شكون راد كريستيانو؟ ماي مانشستر. معناها كريستيانو كي خرج مانشستر مشى ريال مدريد قالوا عليه جيعان، با دي تو يخدم على روحه. دونك ايمن بن محمد جاء في الخفاء، كان انسان مجهول، خذا سالير معين، مستحقات معينه. كي وصل بالنسبه لي انا ايمن بن محمد وصل بارمي لي ميور اريير غوش في الافريك، كان مش احسن. احنا في الترجي الرياضي التونسي لازمنا محاسب وننساو حكاية العاطفة. العاطفة هي شنو نتاع شنين؟ بريمو حكاية نصبر عليه. ما تصبرش. فماش حاجة اسمها تصبر عليه وأنت تلعب تحب تهز تشامبيونز ليج وتهز ما نعرف شنو. أو تحب تصبر خويا غم على راسك ورق. ما عادش تحكي على تيتروات. ما يجيوش مع بعضهم الزوز. ما يجيوش مع بعضهم الزوز. اي تصبر على اللعبيه وميم طون تبدا انت فيد علاش من الشامبيونز ليغ يا خويا كي ها ما تجيش تحكي ما تقابلش بعض. تنجم تخدم اون باراليل هشام راه ما تنجمش تصبر على الملعب. اي نجم معناتها تخدم شو نجم تنجم تخدم معناتها تنجم تخدم بالسياسه هذه مؤقتا انك معناتها تبقى معناتها كيما نقولوا احنا سياسه تكديس اللاعبين او معناتها مش تكديس معناتها تبقى بما انك انت كل عام تلعب على الشامبيونز ليج معناتها كل عام تبقى تشري جوارات وميم طو معناتها تبقى تخدم على المركز التكوين وعلى جماعه الكادي وعلى جماعه الجونيور وكذا وكذا. ولدك ولدك طلع واحد من الاسبوار هنا يبدا يزلط اصبر عليه خويا نعطيه فاز الي من الشامبيوناي كور فيه خويا مش ماش مش زوز زاده نصبر. اما تجيب لي واحد من وراء البحار من خارج حدود تونس غدوه يعطيني نجيب ملاعبي نصبر ما تجيش بالرسمي ما تجيش لو نصبر على جوار جايب محترف فهمني؟ اي يا وسام المحاسبه نحكي راه مش محاسبه الاداريين نحكوا محاسبه الملاعبيه الابليكاسيون اللي حكينا عليها بكري تجيك انت مثلا او باش نفسر اخويا وسام خاطر اسال اي في وسام شامبيونز ليغ 2018 ياسين الخنيسي ما مركى حتى بونت اي خويا مو لاباس اجا سي ياسين الخنيسي نقعدوا اجا نقعدوا سي ياسين الخنيسي انت بونتا في الترجي الرياضي التونسي لعبنا فاز دي بول ولعبنا انكار ولعبنا دومي ولعبنا فينال انت ما ماركيت حتى بونتو ايجا نحكي يا خويا كيما عارفك في الخدمه خويا انت تبيع في سلعه معينه مشى عارفك عطاك ستة شهور الحانوت ورجع لقاك ما بعت حتى شيء مش يقول لك عارفك نصب نفس تحكي انت تخلص تاخذ فلوس ماكش عامل عليها مزيه وما فما حتى حد عامل مزيه على اسبيرونس ولا علينا احنا تاخذ فلوس خويا مبلغ وقدر تعطيني الروندمون شنو انت